لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. النهاردة عندهم القمر في منزل العمل، وده في منزل الحظ. أسفة، مواليد الجدي عندهم الحظ بيحالفهم على جميع الأصعدة. عندهم رغبة في المعرفة، عندهم استعداد للتطور، وعندهم استعداد كمان للتعاون مع كل اللي حواليهم. أشوف كمان إن مواليد الجدي عندهم يوم مناسب لو عايزين يقوموا برحلة أو يعملوا سفر أو يخططوا لسفر. النهاردة يوم مناسب لكل ده. كمان لو بيتعاملوا مع جهات أجنبية، النهاردة يوم مناسب لتوطيد علاقتهم بالجهات الأجنبية.